باستمرار لايف، واي حدا على الفيسبوك حاب يفوت معنا على الزوم برضه ممكن يتواصل معنا وندخله كمشترك في الزوم. دكتور احنا هيك تمام يعني، وي ار لايف، تفضل. نتوكل على الله. نتوكل على الله. ماشي. طيب صباح الخير يا جماعه، وتعالوا بقى ايه ناخد من ما انتهينا امبارح، نراجع بس شويه كده بسرعه لانه كان في شويه كميه معلومات. الصوت كويس يا مهدي، مستر مهدي؟ دكتور الصوت ممتاز والشاشه واضحه. ماشي ماشي، فنبتدي نراجع بس بسرعه اللي قلناه امبارح عشان كده بس نحطه في الفولدر، نرتبه زي ما بنقول كويس، لان احنا مشينا فيه وكانت كميه معلومات مره واحده. احنا امبارح لو تفتكروا ان احنا ابتدينا تحليل مشروعات، وقلنا انه تحليل المشروع ده هو انا عايز اربع معلومات مهمه عندي، اللي هي الكوست بتاعتي سواء هي كانت كوست انفستمنت او اوبريشنال مينتنس، وعايز البنفيت بتاعتي المتوقعه، وعايز فرصه الاستثمار اللي انا هعملها بعد كده واعملها ديسكاونت فاكتور زي ما قلنا، وبعدين عايز الان بتاعت المشروع او اللي هي اللايف سبان او هي عدد سنوات تشغيل المشروع من بدايته لنهايته. عشان كده اصرينا في اول امبارح نتكلم عن ان المشروع له بدايه ونهايه، حتى لو مش نهايه تقنيه فهي بتكون نهايه اقتصاديه، وعرفنا ليه عشان خاطر الارقام بعد 10 15 سنه بتبقى يعني قليله جدا. طيب فقلنا ان احنا في نوعين، في نوع غير مخصوم ونوع مخصوم. قلنا الغير مخصوم ده هو كتير منه قوي 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 موجود. الثلاثه مثلا اللي بيستعملوا بسرعه اللي هم البي باك بيريود او فتره سداد المشروع، راس مال المشروع البي باك بيريود، وبعدين بعد كده في الكات اوف بيريود. الفرق بين الاثنين، الكات اوف بيريود انا بحط مده زمنيه معينه بتطلع فيها ان انا ارجع التكاليف الاستمراريه بتاعتي، اما في البي باك بيريود فالمشروع من جواه بشوف المشروع بيغطي تكاليف الاستمراريه في قد ايه، التكاليف الاستمراريه ماشي. وبالتالي بالنسبه للكات اوف بيريود المشروع اللي بيجيب لي، او اللي هو الكات اوف بيريود ده هي المشروع اللي بيجيب له استثماراته في السنوات اللي انا محددها دي او الفتره الزمنيه اللي محددها بالنسبه لي، وطبعا لهذه الكرايتيريا او هذه الكرايتيريا بتاعتي بيبقى اوكي. اللي بيعدي المرحله دي وما يقدرش يدي فلوسه او استثماراته في هذه الفتره الزمنيه بيبقى اجنورت خلاص، طلع بره عادي. وقلنا عيوبه ايه؟ ان هو لو في مشاريع عندنا ذات فوائد عاليه في المستقبل التقنيه دي او التكنيك ده ما بيسحليش ان انا ابص عليهم. البي باك بيريود هو هو، بس الفرق بينهم انه في البي باك بيريود المشروع من جواه هو اللي بيقول لي ان انا هيغطي المصاريف بتاعتي التكلفة الاستمرارية بتاعتي في كام، في المدة قد ايه. طبعا المشروع اللي بيجيب لي التكلفة الاستمرارية في فترة اقصر او باسرع يبقى ده احسن عندي من المشروع اللي بيجيب لي تكلفة الاستمرارية في فترة اكبر ماشي. بعد كده اتكلمنا على حاجة اسمها simple rate of return، والsimple rate of return هو بيجيب لي عائد الدولار، العائد على الدولار من المشروع بتاعي، وقلنا ان هو يعني بيغطي العيوب بتاعه كات اوف بيريود بي باك بيريود، ان هو لو في مشاريع ذات ثقل عوائد بتاعتها ثقيله او كبيره في السنوات اللاحقه او المستقبليه يعني بقدر ادخله عندي، لانه الاس اس ار هو عباره عن انا بجمع كل النت بنفيت بتاعتي اقسمها على عدد سنوات المشروع، فبجيب حاجه اسمها الانيوال السنوي يعني الانيوال نت بنفيت، ودي بقسمها على الكوست الانفستمنت كوست بتاعتي واضربهم في 10 واضربهم في 100 يطلع لي العائد على المشروع 15، يعني معناها كل دولار بيجيب لي 15 سنت او الى اخره. وقلنا ان المشروع كمان ده هوت بيستعمل لكن عنده عيب ان هو لا يعني لا يضع في اعتباره عمليه ان هي عدد سنوات المشروع او ثقل المشروع، بمعنى يعني السايز بتاعه الماجنتيود بتاعه، يعني ممكن يكون مشروع بنتكلم في ملايين ومشروع بنتكلم في الاف، ونبص نلاقي ان بتاع الالاف ده هو العائد بتاعه 20% وبتاع الملايين العائد بتاعه 10% ماشي. فانت طبعا بتقول انه المشروع ده هو ابو 20% تبعا لهذه الكريتيريا هو احسن، لانه بيجيب 20
في المية على الدولار، أما بالنسبة للتاني 10% فده أقل بالنسبة لهذه الكريتيريا، لأنه بيجيب 10 بس، مع إن أنا شايف إن واحد بس ممكن يقعد 20 سنة وبيجيب لي ملايين دولارات دخل في المجتمع بتاعي وعمالة وإلى آخره، والتاني يا دوبك 2000 3000 دولار، فده عيب من العيوب المعمولة. عموما قلنا إن الحاجات دي كلها بنستخدمها مس أمل كذا، the economic feasibility of a project must be done before project execution. Is there any adjustment work parameters to do during project execution, exploitation, what, when? طيب حاضر، واحنا بنتكلم عليه دلوقتي. اوكي اذا احنا لما بنيجي نتكلم على الحكايه دي، هي على التكاليف الغير مخصومه، قلنا ان هي عاده كانت بتستعمل نتيجه عقائد يعني ديني او نوع من الفلسفه السياسيه بتاعت المجتمع، زي ما قلنا مثلا الماركسيست سيستم او التوتاليتاريان سيستم، وبالنسبه لبعض الاحيان كان بيترجم في الاسلام ان هو ربا، ولكن الحاجات دي كلها لانها علاج اللي هو المرابحه او تحريك الفايده، وبالتالي مثلا بنك فيصل الاسلامي ده اكزامبل كويس لبعض الناس اللي بيخافوا ان هم او يحجموا عن عمليه اللي هو الفيكست انترست ريت دهوت، وبالحكايه ده هي انا كل سنه بيحصل لي فلكتويشن الى اخره. ماشي، وبعدين بعد كده قلنا بقى انه اللي بنشتغله بيه التقيل اللي هو الديسكاونت تكنيكس، اللي هي تايم فاليو اوف ماني، اللي هي معروفه ان هي الدولار النهارده لا يساوي الدولار في المستقبل، في حين ان الغير مخصوم كان الدولار في المستقبل يساوي الدولار النهارده. ماشي، ده فرق كبير قوي بينهم. فبالنسبه للمخصوم عندنا حاجه اسمها تايم فاليو اوف ماني، ان الدولار توداي شود بي less than one dollar in the future. ليه؟ لانه في opportunity investment. الدولار ده لو حطيته في بنك هيديني 5% مثلا، يبقى 105، وبالتالي يبقى الفيوتشر فاليو بتاعته بعد سنه اللي هي القيمه المستقبليه للدولار اللي هستقبلها كمان سنه 105، يعني دولار و5 سنت، في حين النهارده هو كان القيمه الحاليه اللي هي البريزنت فاليو كان دولار. الفرصة الاستثمار بتاعته 5%، والعدد بتاع السنوات هو 1. ماشي، فدي كانت القصة كلها. وبعدين قلنا هنتكلم طيب على الديفينيشن، ايه هي الفيوتشر فاليو عرفناها، وايه هي البريزنت فاليو عرفناها، وبعد كده قلنا انه ايه هو الانترست ريت. الانترست ريت زي ما قلنا اللي هو الفرصة الاستثمار بتاعتي او سعر الاستثمار او سعر الفايدة عندي، وده بجيبه وبقدره على حسب متوسط استثمار او متوسط عائد الاستثمار في القطاع اللي بشتغل فيه، قطاع الزراعه، قطاع الصناعه، قطاع التجاره الى اخره. باخد متوسطاتهم وابتدي اخد المتوسط ده، ويبقى هو فرصه الاستثمار بالنسبه لي اللي هو بحوله بعد كده لمعامل خصم او سعر خصم. وبعدين قلنا انه المعلومه الرابعه اللي عايزينها عشان نحلل المشروع اللي هي الان دي اللي هي عدد سنوات تشغيل المشروع او اللايف سبان اوف ذا بروجكت، اللي هي الستارتنج ديت والاندنج ديت. خلاص كده ماشي. جينا قلنا طيب الفيوتشر فاليو هي عباره عن البريزنت فاليو في الكومباوند فاكتور بتاعها. فجينا قلنا لا، طب ما هو المشاريع وكلنا شفنا الحكايه دي وشفناها سهله ازاي. قلنا طيب بس احنا في اللي بيحصل لنا في المشاريع كالاتي: انا بتوقع فوائد وتكاليف هصرفها في السنوات المستقبليه، وبالتالي انا عايز اجيبها بقيمه النهارده اللي هي البريزنت فاليو بتاعتي، وجردها من الفرصه البديله دي واشوف هي النهارده تساوي قد ايه. فاحنا واحنا جايين قلنا يبقى هي معكوس او ريسيبروكال بتاعه الفيوتشر فاليو. لو الايكويشن بتاعتي فيوتشر فاليو هي البريزنت فاليو في الكومباوند فاكتور، فالبريزنت فاليو هي الفيوتشر فاليو في 1 اوفر 1 بلس اي تو ذا باور ان، اللي هي الكومباوندنج فاكتور الديسكاونتد فاكتور بتاعي، اللي هو فعلا عكس الاستثمار اللي هو الخصم يعني، ولكن الاي المحطوطه هنا هي معامل الاستثمار او العائد على الاستثمار اللي انا بختاره للمشروع بتاعي. قلنا ان عندنا، وجينا بقى قلنا عشان نعمل الحكايه دي هي تعالوا بقى نبص ازاي ايه ده جدول بيتعمل بيسمى البريزنت فاليو او القيمه الحاليه، القيمة الحالية النهاردة للدولار مستقبلي ماشي، عند أسعار فرص استثمار مختلفة. ماشي خلاص كده. طيب
قلنا ان احنا من الجدول ده انا ممكن اي حد يعمله على الاكسل يعني، وهنشوف النهارده في الاكسرسايز اللي هعمله كمان ربع ساعه نص ساعه ان شاء الله هنعمله بنفسنا يعني، مفيش اشكال ان انت تجنريت النمبرز دي، بس عايز منها لما نميديتيت ونبص في الجدول هنلاقي ان في حاجتين مهمين. اول حاجه انه عند سعر الخصم، عند سعر الفايده اللي هو هيبقى سعر الخصم بقى، بليز في مشكله ان انا اقول سعر الخصم دلوقتي واحنا عارفين ان هو مقلوب سعر الفايده، لو في مشكله في كده نرجع نقولها، لو ما فيش نكمل. لا تمام تمام دكتور، تمام. يبقى انا النهارده انا دي ايه ده بالنسبه لي؟ ده قيمه الدولار النهارده اللي يعني قيمه الدولار النهارده لدولار، قيمه النهارده لدولار هستقبله كمان سنه عند سعر خصم 4. بمعنى ايه؟ انا يعني لو انا حطيت النهارده 96 سنت والكسر بتاعه ده هو عند سعر فايده 4%، هو بعد سنه هيبقى دولار، بعد سنه هيبقى دولار. لكن انا اللي عملته بقى العكس، ان انا عشان انا هتقبل الدولار دهوت او هستقبل الدولار دهوت سنه من النهارده، والاوبورتيونيتي اللي عندي هي 4%، انا بخصمه وبجرده من الاوبورتيونيتي واشوف يساوي كام فلوس النهارده. فلوس النهارده هو يساوي لي 96 سنت وكسور. طيب في نفس سعر الخصم ده، في نفس سعر الخصم ده بس بعد 5 سنين، يعني دولار هستقبله كمان 5 سنين من النهارده في مشروعي، هيساوي لي عند سعر 4% ده هو 82 سنت وكسور بفلوس النهارده. طيب عند نفس سعر الخصم لو هستقبل الدولار ده هو كمان 10 سنين، يعني الدولار ده هيجي لي كمان 10 سنين في المشروع بتاعي، متوقع ان هو يجي لي خلاص. الله ينور يا مهدي. ففي الحاله دي هي هو بفلوس النهارده 67 سنت وكسور عند 4%، خلي بالكم. وبعدين طب لو كمان 15 سنه ده هيبقى 55 سنت، طيب لو بعد 20 سنه ده هيبقى 45 سنت وكسور. اذا القصه كلها هنا ايه؟ القصه كلها ان انا كل ما طال امد استقبال الدولار ده هو، يعني الدولار المستقبلي ده هيجي لي في فتره اكبر او اطول عند نفس السعر، هيقل قيمته بفلوس النهارده نتيجه ان انا بعاقبه اكتر، خلاص كده. فبالتالي دي كانت مهمه جدا عشان لما نيجي نقول الان بي في بتاعتنا والاي ار الان بي في والبي سي ار ايكوال تو 1 او الان بي في ايكوال تو 0، مش اشكال، لان انا اوريدي مطلع من الان بي في ده هي مجرد الدولار من كل مكاسبه اللي هو هياخدها كل ال 20 سنه ده هي، وبرجعه للنهارده يبقى قد ايه، خلاص كده. يبقى اول حاجه عند نفس سعر الخصم او سعر الفايده لو انا بستقبل الدولار كمان 5 سنين 10 سنين 15 سنه 20 سنه، كل ما زاد الوقت ده هو كل ما قلت القيمه الحاليه للدولار اللي هستقبله ده هو. يعني الدولار هستقبله كمان 20 سنه عند نفس عند 4% هو اقل بالنص تقريبا، يعني شويه كده، عن دولار هستقبله بعد 5 سنين فقط عند 4%. يبقى دي واحد. اتنين، كل ما على سعر الخصم ده هو المعاقبه بتزيد، ماشي، لان فرصه الاستثمار بتزيد، وبالتالي حتى عند نفس السنوات الدولار المستقبلي ده هو لما استقبله النهارده بيكون اقل. بمعنى ايه؟ بعد سنه لو انا هستقبل دولار بعد سنه عند 4% هو قيمته النهارده 96 سنت، بعد سنه لو هيجي لي دولار عند فرصه 20% او سعر خصم في المية هو فقط يساوي 83 سنت. شوف الفرق هنا، بص الفرق ده هو نتيجة حاجة واحدة، هي سنة، مش كده، هي سنة واحدة، لكن نتيجة ان انا عاقبته هنا عند 4% وعاقبته هنا عند 20%. بعد تاني مرة ايه هي 4% وايه هي 20%؟ هي عائد الاستثمار في هذا القطاع اللي انت هتستعمله. فلو القطاع ده مثلا تجاري بيجيب 20-22، يبقى انت مجبر انك تستعمل في المشروع بتاعك دوت 20-22 عشان تشوف مدى موائمة مشروعك للقطاع ده هو. لكن القطاع الزراعة مثلا لو العائد بتاعه 7-8 وبتاع، يبقى هتستعمل 8%. فانت دي اللي بتنقيها، واحنا قلنا عشان كده في الان بي في والبي سي ار انا كمقيم بنقي السعر العائد بتاعي اللي هو تبعا لمعطياتي في السوق ومعطياتي التاريخ، التاريخ الهيستوريكال ديتا، بمعنى الديتا عندي مثلا 10-15 سنه اللي فاتوا والى اخره بتاع، يعني ديتا الاستثمار والى اخره، خلاص كده. اذا التو ارياز هنا، اول حاجه عند نفس السعر الخصم، بص انا كررها كم مره، كل ما زاد مده
استقبال الدولار كل ما قلت قيمته الحالية. طيب عند نفس السنة كل ما زاد سعر الخصم كل ما قلت القيمة المستقبلية. ليه؟ تعالوا نبص تاني على الماثيماتكس بتاعها هتلاقوا سهل جدا اهو. لانه بصوا هنا ده بيزيد، ده كله بيزيد عند نفس السنة، فده كله بيقل. ادي واحدة. حاجة تانية، لو انا ثبت ده اللي هو نفس السعر زي ما قلنا 4%، لكن رحت عند 10 و15 و20 سنة، دي بتزيد، ده كله بيزيد، دي بتقل، وبالتالي البريزنت فاليو بتقل. شوف الماثيماتكس بتاعها واللوجيك بتاعها ازاي. واضحة يا جماعة الفكرة؟ لو ما فيش أن نرجع تاني نقولها، ما فيش إشكال أبدا. لا إن شاء الله واضحة دكتور، هسه راح تصير أوضح مع الـ مع الإكسرسايز. ماشي. آه بس عندنا دكتور من أمل كانت تستفسر بتحكي إنه بشكل عام الإيكونوميك لازم ننفذها قبل المشروع، أو يعني نقوم بعملية دراسة الجدوى الاقتصادية قبل تنفيذ المشروع. أنا كنت تفضل. تفضل. لا تفضل تفضل تفضل. ممكن قرأت السؤال أنت. أنا قرأت السؤال. فهو هل يعني في أثناء المشروع في مؤشرات أو أشياء أو طيب نعملها أثناء تطوير المشروع؟ أنا طيب أنا هقول لحضراتكم اللي هي بقى دلوقتي إحنا كده فهمنا الحتة دي، فهندخل على تقييم مشروعات. فأنا دلوقتي بخطط. خلي بالكم إن إحنا قلنا إنه هي إحنا في البريفيز، إحنا في الفيزابيليتي، أوكي؟ مش في الابريزل، مش في الايفالويشن. الابريزل ده اللي هو ما قبل المشروع، تقييم ما قبل المشروع. تقييم ما قبل المشروع يبقى اختنا امل عندها حق ان هي دي بتتعمل بيفور ذا بروجكت اكسكيوشن اور امبلمنتيشنز. ماشي. فكلها دي تقديرات. طبعا التقديرات هنا قايمه على اسس علميه، statistical analysis، what have you، قلنا primary data secondary data، عشان كده اتكلمنا على الحاجات دي. ماشي. زي ما قلنا بقى جت في النص قالت لك طب ما ممكن يحصل flows في المشروع وانا بعمله اعمل ايه. طيب اول حاجه انت كمقيمه للمشروع، حضرتك لما بتيجي تشتغلي في المشروع ده هوت، ماشي، بتاخدي الموست لايكلي سيناريو تو هابن، وزي ما قلنا بتروحي لاختبارات الحساسيه. اختبارات الحساسيه دي ايه؟ انت خبيره في هذا الموضوع في هذه المنطقه. ريسك اناليسيز ده هيبقى ويذين ذا سيناريو، بس مصطفى بيقول لي ريسك اناليسيز، لا انا بتكلم الاول على اختبار، يعني ريسك اناليسيز احد اختبارات الحساسيه. هي اختبارات الحساسيه اللي هو سنسيتيفيتي اناليسيز، ده مهم جدا اللي بيتعمل. انا كامل حسيت ان انا والله المشروع بتاعي أنا يعني حاجات زيه قبل كده أو بتاع، أو بتقول إنه ممكن مثلا البنفيت بتاعتي تقل، ممكن تقل البنفيت دي لسبب من الأسباب. أبتدي أشوف أنا وأقدر يعني طبعا في حاجات علمية، يعني في سيسكال أبروتش للحكاية دي، أقدر مثلا ممكن والله أنا خايف إنه ممكن البنفيت بتاعتي مثلا تقل ب 30%. خلاص. طيب بتقل في 30% يبقى فوائد المشروع قل ب 30%، مش كده؟ اروح عامل اختبار حساسيه. ايه هو اختبار حساسيه؟ نفس التقييم اللي عملناه، نفس التحليل اللي عملناه، ولكن بغير بس جزء البنفيت، يعني بخلي الكوست زي ما هي والانترست زي ما هو وسنوات المشروع زي ما هي، بس البنفيت بتاعتي بتقل، مش كده؟ واروح شايف ايه هو الفيزابيليتي الجديده بتاعتي. هل ان بي في تاثرت ازاي؟ تاثرت بشده او تاثرت لايتلي، يعني هل مثلا المشروع تحول من فيزابل تو انفيزابل؟ هل الان بي في بدل ما كانت بوزيتيف بيكمز نيجاتيف؟ يبقى خلي بالكم يا جماعه في عندنا المشكله ان المشروع ده حساس لتقلبات السوق مثلا في حته العوائد. طيب ممكن كمان اجي اقول مثلا ايه، طب ما ممكن الكوستس، الكوست دي مثلا هتزيد، انا خايف مثلا يحصل اي حاجه. خلي بالكم انا مش بتكلم على الفورين واللوكال كومبوننت لسه، انا بتكلم على الكوست ككوست كلها. خلي بالكم المشروع احنا بنعمله ايه لكل سنوات المشروع، مش كده ككوست وكبنفيت. فانا ممكن اجي والله انا خايف الكوست بتاع المشروع دي تشد،
والله قعدت ابص واعمل انفستيجيشن بتاعتي. هنا بقى اخونا مصطفى يدخل على حته الريسك اناليسيس. الريسك اناليسيس ده تكنيك او تقنيه ممكن تجيب لي انا النمبرز اللي احطها في السنسيتيفيتي اناليسيس. وضحت يا مصطفى؟ يعني هنا الريسك اناليسيس از ا تول، وممكن ابقى عندي تو اوت كمز، واحد ب 25% probability والثاني ب 75% او 0.25 0.75، واشوف الاكسبكتد اوت كم بتاعته الى اخره الى اخره. فبالتالي حضراتكم الريسك اناليسيس ده تقنيه، لكن اللي بتسال عليه الانجينير امل لو انا فاهمها صح، هي التقلبات اللي بتحصل ممكن جوه المشروع وانا بحضر له، وبعد كده لما اجي انفذ الاقي نفسي مثلا ستاك بحاجه معينه. فبنيجي نتكلم على الكوست مثلا، نقول طب الكوست ممكن تغلى والله مثلا ب 25%. ال 25% دي ممكن تيجي من ريسك اناليسيس معين، او ممكن تيجي من ستاتستيكال موديل، او ممكن تيجي من ريجريشن موديل. نعمل ريجريشن واشوف فور اكزامبل المين بتاعي والبارامتر بتاعي للسعر ده هو بينزل او بيطلع او بيستيبل او مستني. التقنيات دي مش مهم، انما الفكره كلها انه هي السنسيتيفيتي اناليسيس انجينير امل بتجاوب لك على كل التخوفات اللي انت خايفه منها. ماشي؟ there any adjustment to work. انت طول ما انت ماشيه صح مش هتغيري حاجه، مش كده؟ لو انا فاهمك صح، يعني لو مشروعك انت خططتيه وابتديتي تنفذي وير 1 اوكي، يير 2 اوكي، يير 3 اوكي، هتغيري حاجه؟ لا، الخطه بتاعتك ماشيه تمام التمام. انت سؤالك هنا انه what happened if something went wrong، صح ولا لا؟ عشان بس متفقين الاول، صح مس امل؟ انا فاهمك صح؟ مهندسه امل بعد ابنك ممكن انا ميوت او يس دكتور، هي عم تبعت شات يس. اوكي، فبالتالي الكونتينجنسي بلان نوعين. اول واحد في التخطيط، انا كمخطط للمشروع دهوت او مقيم للمشروع دهوت اقدر اعمل كل السيناريو اللي انا بتخوفني الكونسيرنز بتاعتي. ماشي؟ والله ايه اللي حصل لو البرايس شدت، ايه اللي حصل اللي بتاعت الكوست مثلا شدت يعني علت increased، او what happened if the benefit decreased by how much بقى sensitivity analysis risk analysis statistical اللي انت عايزها. ماشي؟ لكن بص الكونسبت هنا ايه اللي هي متخوفه منه، انه هي وهي شغاله تستك، بدل ما كانت مستنيه مليون دولار بنفيت لقت نفسها جايبه 500 مليون اللي كان انجينير وائل امبارح بيتكلم عليه. مثلا الكورونا عملت حاجه وقعت الموضوع ده. فبالتالي انا كمقيم في الاول بقدر انا، وطبعا بتختلف من مقيم لمقيم على حسب الخبره وعلى حسب ان هو does he or she did their homework good or not، يعني ان هل انجينير امل او انا لما جينا نشتغل الحكايه ده هي شفنا كل الاكسبكتيشن. خلي بالكم احنا رجعنا تاني وقلنا انه المعلومات عشان التخطيط يا اما deterministic اللي هي perfect foresight انا عارف بالظبط ايه اللي بيحصل، او risk يبقى انا عندي maybe yes maybe no في outcomes معينه وكل outcome من دول بيجي له probability، او uncertain uncertain اللي يقين انا مش عارف، يعني يا اما انا جديد في هذا المشروع، يا اما المشروع ده بنوعه جديد، يا اما القصه جديده علينا كلنا. فبتبتدي تشتغل بحاجه اسمها جيستمت عن الاستيميت، يعني الجيستمت اللي هو التخمين كمان يمكن حتى. ماشي؟ فبالتالي حضراتكم لما تيجوا هنا في نوعين، اول حاجه ان نعمل اونست تو جاد هوم ورك في التخطيط، ان اجي انا عن طريق السنسيتيفيتي اناليسيس دهوت التقنيه دي بتحلي ان اغير بعض البارامتر في المشروع بتاعي تبعا لمخاوفي. ماشي؟ وابتدي احط لها فاليو واعمل ريران للمشروع واشوف. يعني مثلا لو انا احنا قلنا البنفيت، انت طبعا لخوفك ايه لو البنفيت زادت؟ الحمد لله، مش كده؟ لانه انت لو متوقع 10 مليون ان بي في جالك 200 مليون ان بي في، والله تمام. هو طبعا خطا اقتصادي لانك لازم تشوف انت عملت ايه اندر مايننج وبنفيت ولا لا، بس اقصد مفيش مشكله في الحته دي، صح؟ مفيش مشكله في الانترابشن بتاع الكورس، خلاص. طيب اما مثلا الحاجه الثانيه انه الكوست تزيد يعني هتقلل لك الربحيه ثاني برضك. ماشي؟ فانت متخوفه البنفيت تقل او الكوست تزيد، او مثلا اجي اعمل ايه سعر القرض، صح؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اجي هنا واقول مثلا ان انا كنت هاخد اللون عند 10%،
والله انا ممكن ما خدتش بالي ومضيت على اللون ده او القرض ده هو بما يسمى بالسعر المتحرك اللي هو انتوا عارفين الحكايه طبعا، ان مثلا في التي لما بيجوا بيقرضوا يقول لك ان احنا مثلا هنقر عند 10% ويعاد التقييم كل سنتين، كل سنه، كل 3 سنين، وات ايفر الترم از، ماشي، عشان يبقى نوع من ادجستمنت. زي انا عجبتني الكلمه اللي قالتها مس امل، ادجستمنت. اوكي، فهي برك المخرج دهوت هو بيحاول نوع من الحكايه ده. هي واللي كمان اللي عايز ياخد القرض ما بيقول لك طب ما ممكن تكون الدنيا هتنزل، فبدل ما اخد القرض ب10 بعد سنتين اخده ب8 وهكذا، مش كده؟ ففيها ريسك برضه. طيب انا ممكن اجي اقول ايه، طيب وات اف الانترست ريت دهوت بقى 15 مش 10، واعمل تحليل اثبت كل حاجه تانيه واغير ده بس، واشوف الان بي في بتاعتي والبي سي ار اللي هم مقاييس ربحيه المشروع. خدت بال حضرتك؟ ده في البلاننج. فكل ما انا عملت الهوم ورك بتاعي وحطيت كونسيرنز معينه، سيناريو 1 اللي هو الموست لايكلي تو هابن، طيب بس بعد كده وات اف بقى، وات اف البنفيت، ادي سيناريو 1 مثلا، سيناريو 2 decline in benefit, expected benefit، أو سيناريو 3 unexpected increase in the cost، وتروح ران الموديل وتاخد الإجابة بتاعتك، وبعد مثلا unexpected increase in the interest rate وهكذا. خلاص، يبقى أنا لما باجي أنا في أول مشروع أنا بقول لهم خلي بالكوا أنا ممكن أحط الملعب بتاعي ساعتها، البيتش بتاعي، صح كده؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا أقول والله طول ما البنفيت بتاعتي ما بين دولار و70 سنت المشروع مجدي، نزلت عن كده يبقى في مشكلة عندي. أنا بدي للشام ميكر حاجة، مش كده؟ لو هو بتاريخه عارف إن صعب قوي تنزل 30 سنت على الدولار، ماشي؟ فهمتوني ما فهمتنيش يا جماعة؟ فبالتالي أنت بتعرف بقى تخوفاتك ومدى ثبات مشروعك أو ثبات ربحية مشروعك بعد السيناريوهات المختلفة ده هي. خلاص كده؟ طيب أما بقى في وسط الموضوع ففي contingency plan زي ما قلنا مبارح، وأنا آسف إنه في ناس فهمتني غلط ويمكن أنا نعتذر، يبدو أن الصوت راح من عند الدكتور. أنا شيرت معكم على الشات حاليا الملفات، واحد للمواصفة الأردنية القياسية اللي طلبها المهندس خالد دباس أتوقع، وفي عندنا برضو الملف الثاني الإكسل اللي هو الخاص بالدكتور محمد دقة اللي حكينا عنه في الصباح. أي حدا عنده برضو أي استفسار بخصوص أي ملف آخر، مثل حكينا في محاضرات مع الدكتورة مها، حكينا في محاضرات مع الدكتور دقة، برضو يا ريت تتواصل معي مباشرة وراح أزودكم فيه. الملف الإكس اللي هو الخاص بالدكتور محمد بخصوص الأسمدة وبخصوص اللي هو البرنامج المخصص يعني اللي عمله الدكتور صممه بخصوص الأسمدة وكميات وضعها على ونسب وضعها طبعا وكمياتها على الكروبس يعني على المحاصيل بغض النظر عن نوعها. بالنسبة للملف الثاني اللي هو حكى الدكتور انه في عنا مواصفات اردنية، في عنا مواصفات خاصة بالفاو، الفاو ممكن نلاقيها على الانترنت، ولكن المواصفات الاردنية حاليا شيرتها معكم على الشات. انا اسف جدا، أنا لا معلش دكتور، احنا حكينا ببعض الامور كانوا طلبوها المشاركين الصبح. تفضل. اوكي معلش انا بكرر مره ثانيه بس ده مش بايدي والله خالص، يعني فجاه لاحظت. فخلاص لحد كده احنا فهمنا الحته ده هي، مش كده؟ اما بالنسبه لفي وسط الموضوع فانت بتعمل حاجه مهمه جدا، وده اللي امبارح في ناس يعني حصل لبس في الموضوع. انت مشروعك عباره عن ايه؟ عن استثمارات وتكاليف تكاليف استثماريه وتكاليف تشغيل وصيانه، مش كده؟ التشغيل والصيانه هو المتغير، كل سنه بتغير الانتاج، مش كده؟ بتزود في الانتاج بتزيد التكاليف دي، بتقلل في الانتاج بتاعك بتقلل التكاليف دي، صح؟ انما الثابته دي موجوده، لكن التكلفه الثابته على الوحده زي ما هنشوف بعد كده مختلفه، لكن التكاليف دي موجوده. فانت بتعمل ايه؟ يمكن امبارح وانا بكلم الباشمهندس مصطفى اخطات انا في التعبير، يعني لان انا بيبقى في دماغي بترجمها وانا بتكلم. يا جماعه
كل ما انت قادر تغطي على الاقل تكاليفك المتغيره بمعنى ايه؟ الوقود، العماله، المش عارف ايه، المواد الخام ولا اخو الطاقه الى اخره، طول ما انت قاعد تغطيها ماشي. استنى في المشروع، لو المشروع يعني لو العوائد لاي سبب من الاسباب قلت خليك في المشروع. خليك ليه؟ لان انت على الاقل قادر تغطي فاتوره الكهرباء وفاتوره الميه وفاتوره المش عارف العمال وفاتوره كذا. لو نزلت عن المتغير، لان انت بتخسر الثابت مش كده، انت بس لما بتغطي المتغير انت في جزء عندك ثابت بيضيع عليك مش كده، انت بتضحي بيه دلوقتي بس عشان خاطر املا ان الظروف تتحسن وترجع تاني تغطي الثابت ده. فطول ما انت بتغطي المتغير مش الثابت، المتغير ماشي، طول ما انت بتغطي التكلفه المتغيره للوحده تمام. واضح انه في عند الدكتور مشكله في الانترنت، ما بعرف اذا انا صوتي مسموع حاليا او لا، يا ريت اي حدا سامع صوتي يعمل ريز هاند او يعمل او يكتب على الشات. تمام بالنسبه لصوتي، معناته احنا بس بننتظر الدكتور شوي صغيره. هاي لا مش موجود معنا. تمام، اذا تاخر ممكن نطلع بريك. هسه بالنسبه للي ما وصلهم ملف، واضح انه في عندنا مش يعني بعض المشتركين انه مش عم تصلهم الملفات، يا ريت يبعثوا لي على الخاص ايميلهم الشخصي عشان ابعث لهم اياها ايميل. هاي بالنسبه للملفات اللي طلبت سابقا. بالنسبه لمحاضره الغد راح يكون معنا كمان عده مشتركين من محاضره سابقه. محاضره الغد بتحكي عن التقبل الاخر وتقبل المجتمعي، الجندر اكسبتنس، مع الدكتوره نور عبد الوهاب. بالنسبه للامتحان القبلي والبعدي، يا ريت الكل يكون عمل الامتحان القبلي والبعدي للثلاث مساقات الحاليه والسابق طبعا، اللي هو المساق الاول اخذناه مع الدكتوره مهدي. سامعني كده؟ تمام دكتور مهدي. دكتور سامعينك. هل انا مسموع؟ مسموع تمام دكتور مهدي. مش سمعنا. طب الآن بتواصل مع الدكتور زي ما كنت أحكي لكم، يا ريت إنه الكل يعمل الامتحانات اللاحقة والسابقة لجميع. حد سمعني يا جماعة؟ سمعني ولا إيه؟ في مجال نكتب له على الشات إنه سامعين بعد إذنكم. هل أنا مسموع؟ هل مسموع أنا؟ اوكي تمام. بس زي ما حكيت لكم طيب. نعتذر عن الخطا التكنيكي. انا دلوقتي عموما حولت على الانترنت بتاع التليفون بتاعي، ربنا يسهل بقى. مسموع واضح وكل حاجه تمام؟ بس هو مش سامعنا الدكتور. ماشي. نعتذر عن الخطأ الفني، هو مرات يعني بتصير. ثواني هكون معاكم حضراتكم. برد برد بأكد لو سمحتم من الجميع، أي حدا ما وصلوا الملف ممكن يكون عنده مشكلة في الأبديت ببرنامج الزوم الموجود عنده، يا ريت يبعث لي إيميله علشان يعني أوكي الملف. يبقى نرجع تاني بقى نقول كله تمام كده. صراحة بنعتذر كمان مرة على الخطأ التقني اللي حاصل، ممكن مثل ما حكيت لكم الصبح في مرات بتصير مشاكل ببعض الدول العربية في مناطق معينة منها. خلينا نطلع بريك مدته 10 دقائق.
إن شاء الله ونرجع بعد البريك، بريك لمدة 10 دقائق يعني 11 في توقيت الأردن، 10 بتوقيت مصر، و9 بتوقيت المغرب العربي وتونس. إن شاء الله نلتقي بعد 10 دقائق. شكرا جزيلا، واعذرونا كمان مرة على الخطأ.